وصلنا نصب الأحرى في الأبجدية الأرمينية. النصب افتتح بمناسبة مرور 1600 عام لاختراع الأحرف الأبجدية الأرمينية، 36 حرف. أوكي. ومؤخرا أضيف عليه 3 أحرف أصبحت 39 حرف. مخترع الأحرف القديس والعالم اللغوي حسن قرب التمثال نشوفه ميشروف ماشتوتس، القبر ماله موجود في أحد الكنائس في هذه المنطقة لكن مو على طريقنا اللي ما راح نمر عليها. السواح عموما يجون هنا، كل واحد يوقف يم الحرف اللي يبدي بيها الاسم. هسه راح نتقرب واحد واحد. اسمك عبد الله، توقف يم عبد الله. اسمك مدري شنو، يم الحرف نختار ونتصور. اوكي، قررت للسياحة من قرب نصب الأحرف الأبجدية. الآن راح نصور الأحرف الأبجدية الأرمينية حتى يكون عندكم فكرة عنها، وكل واحد إذا يريد ياخذ صورة يم الحرف إذا الله سهل وقدر يوصل إلى أرمينيا. نصور لكم يا واحدة واحدة. زين أنا أختاروني. هذا الحرف مثلا حرف الميم، ما ماجد ميادة محمد، يبدي بهذا الحرف. هنا عندنا حرف آخر، هذا الحرف الأسود، حرف الخ، خ، خالد، خالدة، خلدون وما شابه. الأسود حرف إي. الآخر حرف إل، لام. حرف الهاء هند، هدى، هيثم. هنا حرف لا توجد بالأبجدية العربية اللي هو اللفظ ماله ج، حرف التاء. هنا عندنا حرف السين، سعد، سهام. هنا هذا الحرف اللي بجانبه في. الراء، الراء هذاك عندنا راء اثنين، الراء حرف الراء. كاف حرف البي. وهكذا حرف الزي بالخلف حرف النون. هذا حرف الد، حرف الفاء اف، وحرف الاو. حرف الا. يا ابو عبد الله يا حبيبي. وهذا هنا عندك 3 احرف ب ج و د، 3 احرف مع بعض. هذا عندنا حرف الشين، لا تصبر صبر احسن لا تنزل بعض. حرف الام وهكذا. أرارات للسياحة ليست فقط للسياحة، أرارات للسياحة، أرارات تعليمي أيضا. نحاول نعلم إخواننا السواح اللغة أيضا، نعرفهم على الأحرف الأبجدية الأرمينية وعلى الثقافة الأرمينية وتاريخ أرمينيا وكل شيء يتعلق بأرمينيا. فأهلا وسهلا بكم مع أرارات للسياحة، تقبلوا تحياتنا.